سيسيلي تايسون لقبت بالمرأة السمراء القوية، قوتها حلقت بها إلى عالم النجومية بعد طفولة عنوانها الفقر والحرمان بحي أرليم بنيويورك، حيث ولدت لأبوين مهاجرين من منطقة البحر الكاريبي. لم تذعن لمعارضة والدتها واقتحمت عالم التمثيل في عقود لم يكن فيها من السهل على ممثلة من أصول إفريقية الحلم بأدوار في إنتاجات هوليود أو برودواي. تعهدت منذ بداياتها في الستينيات من القرن الماضي باختيار أدوار القوة والفخر والكرامة للأمريكيين من أصول إفريقية، والتزمت طوال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 70 عاما بتعهدها. كان ذلك ما مكنها من النجاح والنجومية. قمة تألقها في فيلم ساوندر عام 73، حيث عرفها الجمهور العريض في أشهر دور أدته للسينما، وكان دور زوجة أجير في لويزيانا خلال سنوات الكساد في الجنوب، وهو الدور الذي رشحها لجائزة الأوسكار. وفي التلفزيون حصدت سيسيلي تايسون عددا من جوائز إيمي، وتوجت إحداها دور امرأة من زمن العبودية في الدراما التلفزيونية السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان. دائما شخصية المرأة السوداء القوية التي تتحدى مصاعب الحياة. وكما في السينما والتلفزيون طبعت سيسيلي تايسون بصمتها في برودواي، واشتهرت بأدوارها المتميزة في عدة مسرحيات فازت عنها بجائزة توني المخصصة للأعمال المسرحية. مهدت الطريق لأجيال عدة من الممثلين والممثلات من أصول إفريقية. في العام 18 و2000 منحت النجمة جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرتها المهنية، وكانت مسيرتها الفنية ملازمة للنضال من أجل مكافحة العنصرية والعدالة الاجتماعية، لتنال في العام نفسه أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، وهو وسام الحرية الرئاسي، وسلمها إياها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما. حين تسلمها الأوسكار الفخري قالت سيسيلي تايسون إنها لم تدرك كيف انتقلت من منطقة كانت تعرف بالأحياء الفقيرة لمقابلة الرؤساء والملوك، وتتساءل كيف وصلت إلى هنا؟ أنا أتعجب من ذلك.